جولتنا اليوم هي جولة استكشافية أيضا كما كانت جولتنا الماضية، ولكنها في وسط الغابة، غابة جزيرة فيفي. وهذه الغابة الحقيقة مليئة بالمنتجعات والفنادق، تقريبا كلها فنادق. والجميل في الفنادق على بساطتها، هذه هي فنادق أنيقة وبسيطة وجميلة، وفي كل زاوية من زوايا هذه الجزيرة تجد فندق. والبحر، البحر يلازم الجزيرة في كل الاتجاهات وفي كل المواقع. والتاكسي حقهم هو الطراد أو اللنجة أو السفينة الصغيرة، هكذا هي عدة أنواع من أنواع التكاسي.